نقابة الممثلين المصريين ترد على جدل مشهد في ليلى ببيان أكثر جدلية، وآخر إجراءات الإدارة الأمريكية لتفادي سقوط الرئيس، ولماذا يخفي زوكربيرغ صور بناته على إنستغرام. أهلا بكم. مسلسل ليلى الجزء الثالث تحديداً عامل حالة كبيرة من الجدل بسبب مشهد معين في الحلقة الثامنة. المسلسل دراما اجتماعية من بطولة الفنانة نيلي كريم وأحمد طارق وأمير صلاح، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج نادين خان، وبيتكلم عن امرأة مطلقة عندها بنت وولد، لكن بتواجه مشكلة مع ابنها لما بتوقع في الحب بسبب غيرة ابنها عليها. على العموم، المشهد اللي أثار الجدل موضوعه مختلف، واعتبروا البعض إساءة لكلية الآداب تحديدا. هذا المشهد كان بين الفنانة هدي الحسن اللي بتقوم بدور منا مدرسة بكلية الآداب قسم مسرح، وبين الشابة فريدة رجب اللي بتقوم بدور ياسمين ابنة نيلي كريم واللي بتدرس تجارة. وخلال كلامهم عن الدراسة، ياسمين بتتكلم لمنا عن إحدى صديقاتها اللي بتحب التمثيل وبتطلب نصيحتها، فبتجاوبها هدي كأنه احنا مش بنعلم تمثيل قوي، أكاديمية الفنون هي بتاعة التمثيل اللي بجد. هو انت في كلية ايه؟ في آخر سنة تجارة انجلش. اوكي. وحضرتك بتدرسي في كلية ايه؟ أدب مسرح. بجد؟ ما تقوليليش انك عايزة تمثلي. لا لا لا، صاحبتي ندى بتحب تغني وتمثل ونفسها تتعلم تمثيل. هو احنا مش بنعلم تمثيل قوي يعني، أكاديمية الفنون هي بتاعة التمثيل اللي بجد. بس عندنا فرقة مسرح ممكن تجرب معاهم. أكيد. المشهد فتح حالة من الجدل بين الناس والنقاد، وحتى نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيان استنكرت فيه المشهد وطالبت صناع العمل بحذفه احتراما وتقديرا لفن المسرح والسادة والجامعات المصرية العريقة وخاصة كلية الآداب قسم المسرح. واستشهد البيان بعدد من السادة التمثيل بمصر والوطن العربي مثل سعد أردج وأحمد عبد الحليم وأحمد حلاوة وخليل مرسي ورانيا فتح الله وغيرهم. كل هذا الجدل وبيان النقابة دفع صناع العمل للرد عبر بيان أصدرته الكاتبة مريم نعوم وشركة المنتجة، وقالت فيه أنه لاحظوا الغضب الشديد من رأي أدقال في مشهد من مشاهد المسلسل وأنفهم غلط، وما كان بيقصدوا فيه الإساءة لكلية الآداب قسم المسرح، وإنما بس للتمييز بين الدراسة النظرية والتجربة العملية. وأكدت أنهم بيحترموا كل المؤسسات التعليمية اللي بتقوم بجهد كبير في تعليم الأجيال. طيب، البيانات اللي شفتوها وعرضناها لكم فتحت باب الجدل أكثر وأكثر، خاصة تجاه نقابة المهن التمثيلية اللي انتقدوها كثيرين وقالوا أنه لازم تكون واقفة إلى جانب الفن وتحترم الحريات والأفكار الفنية. ومن بين النقاد اللي انتقدوا بيان النقابة كان طارق الشناوي اللي قال أنه النقابة بتلعب بالكبريت وأنه البيان خطر على مهنة التمثيل لأنه بيحاكم الخيال بقانون الواقع وبيطالب بحذف المشهد. وترى على فكرة، على الرغم من التعليقات السلبية يعني والانتقادات للمشهد، في ناس شايفة أنه المشهد عادي وأن المسلسل دراما، ومن حق الكاتب يعبر عن الفكرة اللي يبغاها بالطريقة والمشهد اللي بيشوفه مناسب. وهذه عينة من التعليقات اللي مو شايفة أي إساءة في المشهد. ومن القاهرة ينضم إلينا أحمد سعد الدين الناقد الفني. أهلا فيك معنا أستاذ أحمد. إذا في البداية تقدر أهلا وسهلا. أهلا بي. أهلا، منورنا دائما. إذا في البداية تقدر تشرح لنا ليش يعني الزعل كان لهذه الدرجة؟ هو أصل الموضوع كله في مشكلة غريبة جدا.
ده مشهد تمثيلي او مشهد درامي بيتكلم على حاجة مهمة جدا، ان بعض الكليات او احدى الكليات زي كلية اداب مسرح بتدرس اهم مدارس المسرح في الكتابة، اما اكاديمية الفنون فن التمثيل له شيء اخر. تمام؟ ده كله داخل مشهد تمثيلي او مشهد فني في حلقة في مسلسل. كون ان يحصل تطورات بهذا الشكل انا بفتح باب الشيطان. أيوة. باب الشيطان لو اتفتح لن يغلق. أيوة. ليه اساسا النقابة ونقابة المهنة التمثيلية تدخل على الخط وتكتب بيان، ومش بيان وبس، ده بتطالب كمان بحذف هذا المشهد. طيب بس انا يعني بس إيه؟ في حاجه بدي اوضحها هنا، يمكن عنها. ايوه يمكن استاذ احمد يعني في شغله بدي اوضحها هي اللي مخليه هذا الموضوع كمان اخطر واخطر من اي شيء، انه المحتجين فئه من الفنانين نفسهم او اللي هم خلينا بنقول بيدرسوا في كليه الاداب او طلاب كليه الاداب او خريجين كليه الاداب، فهم المفروض يكونوا متفهمين للفن. يعني في حاجة أساسية، وهنا يطرح سؤال، كيف لفنان حقيقي أن يحتج على حرية الفن؟ هنا ده السؤال. وبعدين المشهد مشهد طبيعي لم يسيء سواء لأساتذة أو لكلية أو لغيره. إحنا بنتكلم دلوقتي على حرية فن، ازاي توصل النقابة ان هي تنزل لهذا المستوى وتصدر بيان تحد فيه من حرية الفن؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، مصدر هذا البيان وهو النقيب الدكتور اشرف زكي، هو استاذ في معهد الفنون المسرحية، استاذ قسم تمثيل واخراج، ويعلم الفارق ما بين مادة دراسة التمثيل ومادة المسرح كعلم. يبقى هو عارف كويس جدا. الحاجة التانية، أنا لو فتحت الباب بهذا الشكل لكل واحد هيحتاج، أنا لو قلت إن في طبيب مش بيفهم كل الأطباء هيحتاجوا عليا، في مهندس ما بيفهمش أو وحش كل الناس هتحتاج عليا، يبقى أنا بفتح باب للشيطان مش هيغلق. طيب أنا عندي في مهنة السينما تحديدا السينما والتلفزيون، عندي معهد السينما بيخرج مصورين ممتازين، وعندي كلية أخرى اسمها فنون تطبيقية بتخرج أيضا مصورين، ولكن مصورين تلفزيونيين وليس سينمائيين. إذن هناك فارق. هل أن أنا أقول أن ده بيشتغل يمين وده بيشتغل شمال يبقى كده أنا بشتمهم؟ ما هو لازم نفكر تفكير جيد ونعبر للأمام. طيب. مش نقف على الصغائر وتبتدي تاخدنا. ده هذا البيان أعتقد أن جانبه الصواب تماماً من النقابة. إيه هنا السؤال، هذا البيان ليش تعتقد أنه طلع؟ يعني في حالات قبل كده كان النقابة بتدافع فيها عن أعمال فنية وبتوقف جنب الأعمال الفنية، في هذه الحالة تحديداً تعتقد انحرجوا لأنه الموضوع فيه فنانين آخرين؟ يعني ممكن، يعني ده احتمال قائم ان تم الضغط على النقيب او مجلس النقابة ان في فنانين بتدرس في جامعات اخرى، فازاي انتوا بتتكلموا معانا كده؟ ولكن ما يكونش هذا رد الفعل. أيوة. ما ينفعش، اللي عايز يحتاج يحتاج، لكن مجلس النقابة. طب ايش رأيك في بيان أولاً صناع المسلسل؟ مع حرية المهنة، صناع المسلسل قالوا ان احنا لم نسيء لاحد، وهم عندهم حق، لم يسيئوا لاحد. ده هم في يعني اللي بياخد الموضوع بيتروي شويه هيعرف ان هو مشهد توضيحي، مش حكايه يحقر من شيء او يعلي من شيء وينزل من قيمه الشيء الاخر. ولكن اصبح عندنا دلوقتي هيبره. انا هذا الموقف قابلته من 3 4 سنين او اكتر، كان برضو لو جبتي سفير غير جيد سفراء وزارة الخارجية كانت تحتاج دايما. مش عارف طبيب أيوة تحدثنا نحن بهذا الموضوع كذا مرة. بس تعرف أستاذ أحمد يعني أنا خليني، عشان أنا صراحة المسلسل حاصل على كثير إشادات، والمسلسل بيعرض على شاهد والأجزاء الثلاثة موجودة على شاهد، له جمهور كبير بالضبط. أنا حابة أنك أنت تكلمني أيوة يعني الفكرة حقت السنة هذه حتى الجزء هذا كمان حاصدة كثير إشادات، فأنا حزنانة أنه يجي موضوع زي كده ويغطي على مسلسل بهذه القيمة.
هي دي المشكلة اللي احنا فيها، ان يبقى عاملين عمل جيد جدا جدا والناس بتشيد بيه وبتتفرج عليه بشكل كبير، ونيجي نمسك في جزئية تافهة جدا ملهاش اهمية وتقف نقابة. المشكلة كمان ان مش واحد بيحتاج ده، نقابة، نقابة المهنة التمثيلية، ودي الأصعب. أيوة. ان هي تصدر بيان بهذا الشكل. أيوة. كل الفنانين النهاردة بيقولوا للنقابة يا جماعة ما ينفعش، انتوا لازم تتراجعوا، محتاجين ماء الوجه مرة اخرى. انت تدافع عن الفن ولا تدافع عن قوى الظلام؟ ما انا لو قعدت بهذا الشكل هنقفل الشاشة، هتبقى بلاك بعد فترة. أيوة. ما ينفعش. أيوة. لان انا مش بحاكم فكر. إيه وصلت فكرتك، ونحن بنشكرك على هذه المداخلة. وصراحة نيلي كريم ويعني وزملائها في العمل عاملين جهد كثير حلو. أنا بنصح الناس يشوفوا مسلسل ليلى على شاهد، دعاية برضو كمان للمسلسل، وحتى أجزاء السابقة حلوة كمان للمسلسل. فبشكرك. كان معنا من القاهرة أحمد سعد الدين الناقد الفني. شكرا. شكرا لك. شكرا. أهلا من جديد. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس لبريطانيا ضمن جولة حيزور فيها ثلاث دول، بريطانيا وليتوانيا وفنلندا. تفاصيل الجولة حتغطيها طبعا وإحنا غطيها في نشراتنا، بس خبر الآن عن جزئية لاحظوها الناس أمس خلال نزول بايدن من على درج الطائرة الرئاسية في لندن. يعني أكيد انتبهتوا على اللي مكتوب على درجة الطائرة، لأنه مكتوب يعني بخط عريض، بس يعني في حال ما انتبهتوا، إذا ممكن خلينا نرجع نعد لكم المقطع. شفتوا مكتوب على درجة الطيارة watch your steps، يعني راقب خطواتك، وبالخط العريض وبلونين مستحيل ما تشوفهم من على بعد كيلومتر، يعني أبيض وأسود على الدرج الأحمر. المهم هذه العبارة عملت حالة كبيرة من السخرية على المنصات، وخلت الناس تتذكر تاريخ جو بايدن مع التعثر على درج الطائرات. ويبدو أن الجماعة فقدوا الأمل وما بقيت إلا طريقة واحدة علشان ينبهوا فيها، فقاموا كتبوا له على الدرج راقب خطواتك عشان بس يشوفها يركز وينزل ويطلع بدون عثرات. ويبدو أن الطريقة هذه جابت نتيجة جيدة لغاية أمس، لأنه بايدن مثل ما شفتوا نزل ووقف شوية وقفز كمان، وكأنه يعني بيقول لهم شايفين أن هذه المرة نزلت من دون ما أتعثر. الحرب بين إيلون ماسك ومارك زكربرغ لسه مستمرة، وحقيقة واصلة لدرجة أنه أنا ما حقدر أعبر عن كل اللي صاير اليوم إلا رمزياً. بس خليني في الأول أذكركم على السريع أنه متى من أيام أطلق التطبيق الجديد ثريدز اللي اعتبرته منافس لتويتر، واعتبروا الناس قاتل تويتر، وصار عنده عدد مستخدمين قاربوا 100 مليون خلال أيام. وطلعت شركة تويتر أمس واتهمت متى بسرقة أسرارها التجارية وملكيتها الفكرية، وتكلمنا أمس عن الرسالة اللي أرسلتها تويتر لمتى بتهددها بالإجراءات القانونية في حال ما توقفت عن سرقة أفكارها، واتهمتها أن وظفت موظفين سابقين في تويتر وخلتهم يطوروا تطبيق ثريدز اعتمادا على أسرار ووثائق خاصة بتويتر.
مارك ما رد للآن على الاتهامات، ومتى ما علقت كمان على رسالة التهديد بالقضاء اللي هي جاية من تويتر. وعلى الرغم من مرور أيام على انطلاق التطبيق، بس لسه الحرب بينهم قائمة والمنافسة على أشدها. المبارزة اللي كنا منتظرينها على الحلبة تحولت لحرب كلامية واصلة حدها عند ماسك. يعني قلت لكم راح اضطر أتكلم صراحة بالرموز، وما أكمل الكلام اللي قاله ماسك عن زكربرج لأنه غير صالح وقابل للنشر. ففي صفحة على تويتر شاركت ثريدات بين مطعم برجر ومارك زكربرج بيقولوا له فيها لازم تطلع على الفضاء علشان خلاص تجنن ماسك على الآخر، ومارك ردد على المقطع أو على المطعم تحديدا عفوا بإيموجي ضحك. ماسك يبدو أخذ الموضوع شخصي ورد بشتيمة، يعني لا يمكن أنها تنقال ولا أنه نعرضها، وكمان كمل يعني استعمل وصف لمارك خلينا نقول مهين، وما اكتفى بس من المسبة يعني، لكن كمل كمان واقترح مسابقة من نوع خاص رح يعملها كمان. ما أقدر أتعمق في تفاصيلها لأنه حقيقة ما ينفع الكلام عنها. اسمعوا ادخلوا تويتر شوفوا صراحة. أنا جالسة من أول أقول لكم ما حقدر أقول لكم. المهم في دراما سايرة، تبوا تشوفوا التفاصيل روحوا على تويتر شوفوها، بس على العموم التغريدات صادمة. طيب بس يمكن كمان عبرت عن كمية الغضب اللي واصل لها ماسك، وإنه ما عاد قادر يسيطر على كلامه. يعني حتى حساب ماسك الساخر اللي كنا تكلمنا عنه أمس، قلت إنه في ناس كثير بتخربط بينه وبين حساب ماسك الأساسي، هذا نفسه مو قادر يتجاوز صدمة تغريدات ماسك يعني، فشارك التغريدات وعنوانها إنه بطل يعرف هو اللي جالس بيغرد وبيكتب ولا هذا ماسك الحقيقي. فرد عليه ماسك وقال له إنه the same، يعني مثلي مثل لك، والله مو عارف هذه تغريداتي ولا تغريداتك. نبقى مع مارك زكربرج بس بعيدا عن ماسك وثريدز والمعركة بينهم. فمن أيام نشر زكربرج صورة له مع عائلته على حسابه على إنستغرام بمناسبة عيد استقلال أمريكا، وفي الصورة مثل ما شايفين مارك مغطي وجه بناته الكبار بإيموجيز، بس بنته الرضيعة اللي عمرها أشهر مارك ما غطى وشها، والناس بدأت تتداول الصورة بشكل واسع على المنصات وفي الأخبار. يعني صحيح إنه مارك عمل مثل غيره من المشاهير من اللي بيفضلوا إنه ما ينشروا صور فالهم، لكن مارك عمل حالة من الجدل وموجة من التساؤلات اللي ما لها نهاية، وخاصة أنه هو مالك منصات فيسبوك وإنستغرام اللي بتعتمد على الصور والناس جالسة بتنشر عليها يومياتها من دون استثناء. فالبعض من الناس قال أنه هو يمكن غطى وجه بناته عشان خايف عليهم من الناحية الأمنية، ومنهم قال أنه عادي بناته بيكبروا وممكن حابب يحافظ على خصوصيتهم، وفي فئة من الناس قالت لا يا جماعة هو غطى صور بناته لأنه خايف من التحذيرات والخطورة من استخدام صورهم في الذكاء الاصطناعي أو الإنترنت، لأنه هو بالذات يعرف ويدرك المخاطر لأنه هو اللي اخترع هذه التطبيقات، أو على الأقل في كثير من الأشياء تم تطبيقها تحت إدارته. سنة 2022 كانت مليانة بحوادث اقتحام البنوك في لبنان، الحوادث اللي مواطنين هاجموا فيها بنوك واحتجزوا رهائن ورفعوا سلاح يطالبوا بودائعهم اللي مو قادرين يحصلوا عليها بسبب الأزمة الاقتصادية اللي بيعيشها البلد، واللي بسببها منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من سحب مدخراتهم. اليوم في رجل اسمه عمر الأعور اقتحم بنك مصر ولبنان في بيروت واحتجز مدير الفرع رهينة وطالب بوديعة البالغة 6500 دولار. الفيديو والخبر نشرته صفحة جمعية صرخة المودعين، والمشهد هذا مع أنه تكرر كثير الفترة الماضية لكن هو الأول من بداية السنة. أنا اليوم داخل بنك مصر ولبنان ومعي مواد، ماني جاي إذا حدين، أنا زلمي صاحب حق وبدي مصرياتي، ما بحياتي أزايد حدين. هيدا مدير البنك قاعد قبالي، مدير البنك قاعد قبالي، وممنوع يطلع، ممنوع يطلع من أوضته مدير البنك، ممنوع يطلع من أوضته أبدا أبدا لو مهما كلف الأمر. أنا اليوم محاصر هوني جوا ومش طالع غير ما ياخذ وديعتي لو على جستي.
مثل ما شفتوا وسمعتوا في الفيديو، يعني عمر بيقول انه هو صاحب حق ويبغى فلوسه، انه مدير البنك معاه وممنوع يطلع قبل ما ياخذ وديعته ولو على جثته، وهدد انه معاه مواد قابله للاشتعال، لكن بعدها شفنا اخبار انه عمر اخذ وديعته وانه قبضت عليه الشرطه بعدها ونقل لقسم الشرطه، وبدات جمعيه صرخه المودعين تدعو اعضائها يتوجهوا لقسم الشرطه لمساندته، ومن هناك هددوا البنك ورئيسه انه يوجه اي تهمه للمواطن، وقالوا لو عملت كده رح تصير هدف لكل المودعين. ويبدو أنه التهديد جاب نتيجة، لأنه بعد أقل من ساعة نشروا فيديو للإفراج عن المواطن ومغادرته القسم ووديعته كاملة معه. لحظة خروج عمر الأعور البطل اللي أخذها من عيونه للوديعة، مبروك يا عمر. وشو شو بتحب تقول لجمعية صرخة المودعين؟ نتذكر انه عمر من جمعية صرخة المودعين وبده يحكي كلمة. هلا انا بدي اقول شغلة، انا بدي اقول شغلة لكل مودع حاطط مصاري. نحن في مثل بيقول الحياة للأقوياء ليس للضعفاء. تحديات تيك توك اللي ما بتمر فترة إلا وبنسمع عن واحد جديد، واللي غالبا بيصير عليهم تحذيرات وتنبيهات من خطورتهم. يمكن هذه مو أول مرة نتكلم عن تحديات تيك توك وخطورتها اللي بتوصل في كثير من الأحيان للأسف إلى الموت. فمن التحديات الجديدة والخطيرة جدا واللي انتشرت على تيك توك مؤخرا هو تحدي القفز في الماء من القارب بسرعة خيالية. فبيكون الشخص موجود على قارب سرعته عالية وبيقفز في الماء علشان يتباهى أمام أصدقائه على تيك توك. هذا التحدي اللي انتشر على تيك توك صار ترند وبدأت الناس تقلد وتعيده، لكن المفاجأة الصادمة هي إعلان سلطات ولاية ألاباما الأمريكية أنه التحدي كان سبب في موت 4 أشخاص في الولاية. وقال مسؤول من فرق الإنقاذ، قال أنه من بين هدول أكثر من واحدة أو أكثر من واحد انكسرت رقبته وتوفي على الفور. ويبدو أنه تيك توك أدرك خطورة التحدي، لأنه أي لينكات لفيديوهات التحدي بتعطي رسالة أنه الفيديو تم حذفه. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم. في أمان الله.